زبالة العظيم زبالة. أنا بقولها قدام الناس مفيش حاجة. رغم إن الفنان عمر الشريف اعترف بأنه قدم أفلام سيئة كتيرة طوال رحلته في السينما العالمية، عملت أفلام كتير ما نجحتش، لكن أنه يوصل به الحال أنه يصور على فيلم ويطالب بمنع عرضه. أنا كنت منعت الفيلم خالص. ومش بس كده، لا، وكمان يوصف مخرجه بأنه مخرج زبالة العظيم زبالة. فده يخلينا نقف علشان نعرف إيه الحكاية، واللي هنعرفها حالا. بس طبعا بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف على اليوتيوب وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد احنا بنقدمه. وياريت اللي يعجبه الفيديو ده ما يحرمناش من اللايك الجميل بتاعه. وبينا نبدأ. بعد العالمية الكبيرة اللي حققها عمر الشريف، وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني اتواصل معاه وقال له: يا عمر، وزارة الثقافة هتنتج فيلم بميزانية مفتوحة علشان يمثل مصر في مهرجانات عالمية، ومفيش ممثل أفضل منك يمثل مصر في المهرجانات العالمية دي. عمر الشريف رحب بشدة وفعلا بدأ تصوير الفيلم واللي كان اسمه المسافر، وقام فعلا بتصوير الجزء المطلوب منه، وتوسط كمان علشان الفيلم يتعرض في مهرجان فينيسيا. فقعدت اتفرج، وهنا قاعدين الممثلين هنا اهو، وهنا المخرج وانا قاعد، وابتدى الفيلم. الله يخرب بيوتكم. لكن المفاجاه ان لما اتعرض في المهرجان اتفاجئ عمر الشريف بفيلم سيء للغايه على حد قوله. قعدت بقى اشوف زباله ما حصلتش في تاريخ الافلام، لدرجة ما كان بيضرب في المخرج اللي قاعد جنبه وفريق العمل اللي حضره معاه. بقيت اشلط في ده وشلط في هنا اهو. مخرج ونجوم. مش بس كده، ده كمان وصف بطل من ابطال الفيلم وهو خالد النبوي واللي قام بدوره وهو شاب بانه اسوأ ممثل في العالم، وبعدها طالب بمنع عرضه وقال ان الفيلم ده مسيء لتاريخه الفني. طيب ليه حصل كده؟ علشان نعرف ليه حصل كده لازم ناخد فكرة الاول عن الفيلم واللي كانت بتدور احداثه في 3 ايام في حياة احد الاشخاص المصريين. الاول كان في خريف عام 1948، وطبعا ده بيرمز لقيام دولة إسرائيل، والتاني في خريف عام 1973، وده طبعا التاريخ اللي كلنا عارفين ان مصر انتصرت فيه على إسرائيل وحررت سيناء، والتالت كان في خريف عام 2001 واللي بيرمز لتدمير برجي مركز التجارة العالمي في أمريكا. فكرة الفيلم حلوة، شجعت عمر على الموافقة، ولانه كان مشغول فكل اللي اهتم بيه فقط هو الجزء الخاص بيه وهو اخر جزء في الفيلم. الاثنين اللي قبليهم ما كنتش شفتهم، عملت الجزء بتاعي. وما قراش الفيلم كله ولا حضر تصويره ولا حتى مونتاجه علشان يتفاجئ بالفيلم اثناء عرضه في مهرجان فينيسيا ويتبرأ منه ويقول عليه انه فيلم زباله وان مخرجه مش بيفهم اي حاجه في السينما وانه خلى دوره في الفيلم اقرب لدور الكومبارس. ده كان اول مره بيعمل فيلم زباله العظيم زباله. انا بقولها قدام الناس مفيش حاجه. وكمان طال الهجوم الفنان خالد النبوي احد ابطال الفيلم، لدرجه انه قال عنه ان الممثل ده خانقني اثناء التصوير وكان بيصر على انه يحضر كل شوت يمثله. ده انت وحش قوي. ولما سأله عن السبب رد عليه خالد النبوي بأنه عايز يشوف تفاصيل حركته ومشيته علشان يقلده، لأنه بيقوم بدوره هو شاب. فما كان من عمر الشريف إلا أنه اندهش من رده وقال: أنا راجل عجوز، إزاي عايز يقلد مشيتي وحركاتي؟ أكيد مشيتي وأنا عجوز مش هي نفس مشيتي وأنا شاب. لا ده أنت محتاج علام كتير قوي. يا ترى إيه رأيكم في رد فعل عمر الشريف؟ وهل كان مبالغ فيه؟ هتقل أدبك ولا إيه؟ الله، هو أنت مين بسلامتك؟ ويا ترى أنتم معاه في رأيه عن خالد النبوي كممثل ولا لأ؟ مع العلم بأنه اعتذر لخالد النبوي عن انفعاله عليه بعد كده. بس أنا قلت أدبي، كلمت وحش عن واحد ممثل معنا، لكن أنا بحب أعزه يعني. أنت استغفر الله العظيم. أنا الموناليزا، صاحبة أشهر لوحة في التاريخ. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف. ولأني أنا الموناليزا، أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف
نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلف على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.